السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، أحييكم من علاء أمين في أول خطوة في الطريق لأمن المعلومات. هفترض يا شباب إن اللي بيتابعني دلوقتي أو اللي بيسمع الفيديو التالي هو شخص سمع الأسئلة السابقة في الفيديو السابق يعني، ولا يملك إجاباتها أو يملك إجابات على بعض الأسئلة وبعض الأسئلة لا يملك أو عارف الإجابات ولكن حابب يعرفها بشكل أو بآخر تاني يعني. خلونا نتفق قبل البداية انه الموضوع اللي هنتكلم فيه موضوع مهم جدا، كلنا في النهاية بنتعلم. لا يوجد شخص افضل من الاخر، في شخص عنده معلومات وشخص لا يملك المعلومات، ولكن في النهاية كلنا بنتعلم، يعني كلنا داخلين علشان نفهم ونتعلم. لذلك ان شاء الله الكورس ده هيبدأ من المعلومات الاولية من البدايات، او تقريبا خلينا نقول من الصفر. هيخاطب الكل الجميع، طالما انت بتستخدم العالم الرقمي، بتستخدم الانترنت، بتتعامل مع بياناتك ومعلوماتك بشكل دوري او يومي، فاعتقد ان الكورس ده ان شاء الله هتستفيد منه. طيب ايه اللي يخلي الكورس ده بالذات مختلف او متميز عن الكورسات التانية؟ الحقيقة الكلام في امن المعلومات هو كلام تقريبا شق كبير جدا منه نظري، فالمتلقي او المستمع بيشعر بالملل، وممكن يبدا مع كورس بيبدا بدايه قويه جدا في اول حلقتين، وبعد كده بيحس بملل او بفتور، لانه هو قاعد بيسمع بس ما فيش حاجه بيشتغلها بايده او ما فيش حاجه بيشوفها بعينيه تخليه يشد انتباهه اكتر. ده طبعا غير ان المصطلحات والمعلومات والتعريف كتير جدا بطبيعه الحال يعني، فبرضه هتبقى ممكن تكون سبب في تشتت الانتباه او عدم التركيز او الملل. هنحاول ان شاء الله من ضمن الاختلافات اللي احنا حابين نقدمها في الكورس ده ان احنا هنستقي امثله من الواقع، يعني اشياء احنا بنعملها بشكل يومي او بشكل دوري، وهنسقط عليها امثله ونستخدم المعلومات الوارده في الكورس عليها علشان يعني المعلومه توصل بشكل كبير. ده اختلاف من الاختلافات. من ضمن الاختلافات برضو انه ان شاء الله بعد نهاية كل شابتر او بعد نهاية كل جزء احنا حسينا ان احنا تناولناه بشكل كامل، هنبدأ تلخيصه بشكل مكتوب وانا هوزعه لكم، يعني انا هلخصه وهوزعه لكل المتابعين معانا ان شاء الله بشكل مكتوب، يبقى مرجع ليك لو حابب تكمل في الموضوع. يعني في ناس هتحب تكمل وتحصل على الشهادات اللي هي Security Plus، فبالتالي عايزه مرجع تستقي منه المعلومات او مرجع يكون تحت ايديها علشان للاستذكار و يعني رجوع المعلومه لمزيد من التذكر والفهم. فانا هتولى الموضوع ده ان شاء الله باذن الله. من ضمن الاختلافات برضو بتاع الكورس، هي كتير يعني، مش عاوزين نطول فيها، ان احنا ان شاء الله باذن الله بعد نهايه كل جزء هنعمل تيست كده بسيط جدا او قياس معرفه بنقيس بيها مدى استفادة المتابعين معانا، هل استفدت من الكورس ولا لا، عبارة عن أسئلة وردت أو ورد شرحها في فيديوهات سابقة. ده لسببين، علشان نقيس مدى يعني حجم الاستفادة من الكورس، ده أول سبب. تاني سبب علشان نقرر إحنا هنستمر في المنهج كاملا ولا هنتوقف عند الجزء الأول. تمام كده يا شباب؟ خلونا نبدأ سريعا علشان ما نطولش ونقول بسم الله. احنا موضوعنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الانفورميشن سيكيورتي او امن المعلومات. طيب امن المعلومات هو ايه؟ احنا طالما داخلين نفهم يعني ايه امن المعلومات، لازم نفهم التعريف الاول. ايه هو امن المعلومات؟ بيتكلم عن ايه؟ الحقيقه ان في اكتر من تعريف لامن المعلومات، لاكتر من مصدر، لاكتر من موقع، في كمان على الويكيبيديا تعريف لو تحبوا تطلعوا عليه، نفتح جوجل كده ونكتب تعريف امن المعلومات هيطلع لنا اكتر من تعريف. كلهم بيدوروا حوالين ان امن المعلومات هو الامن او المجموعه الاجراءات والسياسات اللي بتامنني المعلومات والبيانات. تعريف تاني بيقول ان امن المعلومات هو العلم القائم بذاته علشان يامنني المعلومات ومصادر البيانات او البيانات ومصادر المعلومات. في تعريف تالت بيقول ان هو مجموعه من التدابير الوقائيه اللي بتتيح لي تامين المعلومات والبيانات. فهنلاحظ ان كلمه المعلومات والبيانات اتكررت معايا في أكتر من تعريف. فأنت ممكن تسأل نفسك، معلومات وبيانات، طب هو في فرق بين المعلومة والبيان؟ ولا هم كلهم معنى واحد؟
والصحيح ان انا اقول امن البيانات ولا اقول امن المعلومات؟ طب هل لو قلت امن بيانات وحد تاني جاء قال لي لا ده امن معلومات، انا الصح ولا هو اللي صح؟ علشان نحل الاشكال ده يا شباب، تعالوا نفهم يعني ايه بيانات ويعني ايه معلومات، وهل هم فعلا مختلفين او الاثنين بمعنى واحد؟ تعالى ناخد المثال البسيط ده. انا لو ماشي في الشارع او لو قاعد في البيت او لو في الشركه ولقيت ورقه كده مكتوب عليها شويه ارقام، يعني لقيت مثلا 10 15 25 وهكذا، هل انا فهمت حاجه؟ ما فهمتش اي حاجه، انا اطلعت على شويه ارقام. طيب لو كان الارقام دي مكتوبه بالشكل ده، 10 زائد 15 يساوي 25، هل انا فهمت حاجه؟ ايوه انا فهمت دي عمليه حسابيه نتيجها 25. في الاول انا اطلعت على بيانات، وفي الثاني بعد ما دخلت العمليه الحسابيه على البيانات دي طلعت لي معلومات. طيب مثال تاني، ناخد سامبل تاني علشان المثال بتاع الورق ده مش داخل دماغي بصراحه، ما فهمتش. طيب حضرتك حابب تعرف الطقس غدا، او مثلا مسافر من دولة لتانية او من مدينة لاخرى، وحابب تعرف او تطلع على بيانات الطقس في المكان اللي انت رايح، هتفتح كده الموبايل بتاعك وهتفتح برنامج الطقس، صح كده؟ هيديك درجات الحرارة، تمام كده؟ هنتخيل ان انت بدل ما تعمل كده انت رحت رافع السماعة على مصلحة الارصاد في الدولة اللي انت فيها وقلت له السلام عليكم، انا لو سمحت عاوز اعرف او اطلع على بيانات الطقس في المدينة التانية او بكرة شكله ايه؟ فهو قال لك 45 درجة شمالا، شمالي شرقي، اتجاه جنوب، 43 عقدة، 65 بار، وراح قافل السماعه خلاص. حضرتك فهمت ايه؟ هو على فكره ادالك بيانات الطقس وبدقه، ولكن حضرتك ما فهمتش اي حاجه. ليه؟ لان وانت بتفتح التليفون بتاعك علشان تطلع على بيانات الطقس انت فقط بتشوف درجات الحراره اللي هي 30 35 الصغرى مش عارف كام، صح كده؟ لكن هل علمت ان بيانات الطقس ديت هي مجموع الضغط الجوي اللي ادهولك الموظف بتاع الارصاد، سرعه الرياح واتجاهها ودرجه مش عارف او وقت طلوع الشمس، الحاجات دي كلها، تمام كده؟ فبالتالي بيانات الطقس اللي هي الضغط الجوي ودرجه الحراره ومستوى الرطوبه وسرعه الرياح دي اسمها بيانات، كونت لك في النهاية معلومات الطقس اللي جال على التليفون أول ما فتحت التطبيق بتاع الويدر أو بتاع الطقس. فبالتالي البيانات ديت هي المادة الخام للمعلومات، المادة الخام اللي بالنسبة لي أنا مش مفهومة لو اطلعت عليها، مجرد شوية أرقام أو شوية حروف أو مجموعة من البيانات الغير مفهومة، تتفهم إمتى؟ وتبقى معلومات لما أبدأ أدخل عليها أي عملية، سواء بقى عملية حسابية، عملية هندسية، عملية تقنية، أي عملية معالجة للبيانات دي هتديني في النهاية معلومة مفيدة. يبقى احنا اتعلمنا ايه هو أمن المعلومات، اتعلمنا يعني ايه بيانات، وتعلمنا كمان يعني ايه معلومات. في الفيديو اللي جاي بقى ان شاء الله هنبدأ نشوف احنا نأمن بياناتنا ومعلوماتنا، او ايه هي وسائل واقسام الحماية اللي بتتيح لي حماية وتأمين بياناتي ومعلوماتي. اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.